بسم الله الرحمن الرحيم. مادتنا لهذا اليوم هي Communication Fundamentals، أسس الاتصالات. موضوعنا لهذا اليوم هو Transmission Lines، خطوط النقل. هنا راح نتكلم على خطوط النقل الكهربائية اللي هي Electrical Conductors، المواصلات الكهربائية. والمواصلات الكهربائية أيضا تستخدم خطوط نقل الطاقة الكهربائية لنقل الإشارة الكهربائية بالحاسبات، لنقل الإشارة بالتليفونات وبالتلفزيون وإلى آخره. هاي خطوط النقل الكهربائية لها صفات معينة ولها حسابات، وأيضا تحدث بها losses، وأيضا راح نحسب losses اللي تحدث على الإشارة اللي تنتقل بعملية الكوميونيكيشن. خطوط النقل تستخدم بعملية الكوميونيكيشن اللي هي ما تربط ما بين أجهزة الإرسال والأنتنة، أو ما بين two devices، بين جهازين. فهذه الأسلاك اللي تستخدم، كل سلك إحنا نعرف لو شوف هسه هذا سلك وهذا سلك، كل سلك تتولد بي أو توجد بداخله مقاومة ممانعة لمرور وتعيق مرور التيار الكهربائي، وأيضا بي إندكتنس المحاثة اللي تتولد بي كل كيبل كهربائي. وأيضا كل واير أو هذا كل واير يأثر على الآخر بكوندكتيفيتي توصيلية جي، وبنفس الوقت يأثر تحصل الكاباسيتنس السي ما بين تو كوندكترز، لأن تو كوندكترز يعني الموصلات هما وايرين واكو فرق جهد بيناتهم، والعازل بيناتهم هواية فيعمل عمل متسعة. احنا قلنا كل لوحين بيناتهم هواء او اي مادة عازلة وبيناتهم فرق جهد راح تعمل عمل متسعة، فالوايرين يتشكل بينهم كأنه متسعة موجودة، يعني اكو متسعة واكو جي واكو الار والال. هاي الالمنت اللي تتولد داخل المواصلات الكهربائية راح نتكلم عليها ان شاء الله لاحقا، بس قبل ما نجي على هذني او اللوسز اللي تحصل داخل الكوندكترز، خلينا نشوف الشكل هذا. هذا شوف هاي الار وهذا ال، وهذه السي والجي اللي تولد ما بين تو كوندكترز، يعني بين كل كوندكترز بي ار وال، وبين تو كوندكترز بي اكو جي والسي. الجي هي الكوندكتيفيتي يعني التوصيليه، اكو راح يصير توصيليه، وهاي التوصيليه راح تاثر بين تو وايرز. زين، نجي قبل ما نجي على حسابات اللوسز نجي على انواع الترانسميشن لاينز، تايبس اوف ترانسميشن لاينز. شوف هنا انتبه، متى اقول تايبس اوف شانلز، تايبس اوف شانلز اكو ثلاث انواع: الالكتريكال كوندكترز موصلات كهربائيه، والفايبر اوبتيكال كيبلز، والوايرلس اللي هي يعني خلال الفري سبيس يعني خلال الفضاء تنتقل. احنا هنا ما نتكلم على الواير، نتكلم على الواير. الواير اكو نوعين، الالكتريكال كوندكترز والاوبتيكال فايبر اوبتيكال كيبلز. احنا في دراستنا بهذا الشابتر راح ندرس الالكتريكال كوندكترز، الموصلات الكهربائيه. انواع الموصلات الكهربائيه اللي تستخدم بالكوميونيكيشن، نقول انواع الموصلات الكهربائيه تستخدم بالكوميونيكيشن. اول نوع نسميه تو وايرز او البارلل وايرز. البارلل وايرز الى ثلاث انواع، سابقا كان يستخدم هذا واير وهذا واير، وبيناتهم هاي الماسكه تمسك بين تو وايرز يكون قريبين على بعضهم، يسموه خط السلك المفتوح. النوع الاخر لا، اكو ماده على هذا واير وهذا واير، اكو هاي الماده العازله، هاي الماده العازله اللي هي تمسك ما بين تو وايرز يسموه خط السلك المزدوج. اما النوع الثالث يسموه المجدول او المبروم. شوف هذا واير وهذا واير، الواير ينبرمن مع بعضهم. هذا البرم طبعا له فائده، يتخلص من تتولد نوع من انواع النويز، احنا كنا كل كيبل ياثر بنويز على الاخر، فهذا التاثير مالته حتى نتخلص من عنده نقوم بعمليه برم الوايرات. هاي نوز يسموها الكروس توك، وايضا ان شاء الله راح نتكلم عليها في المحاضرات القادمه. خلينا نجي على النوع الثاني، النوع الثاني الكوكس كيبلز، الكيبل المحوري. هذا الكوكس كيبلز يكون اول شيء اكو الماده العازله هاي الخارجيه اللي تحميه من العوامل الخارجيه كالحراره والرطوبه والامطار والى اخره والغبار والى اخره. وبعدها تجي الشبكه النحاسيه، الشبكه المعدنيه. هاي الشبكه المعدنيه، هاي الشبكة المعدنية تجي بعد العازل الخارجي. ورا الشبكة المعدنية يجي عازل ثاني يكون هذا اللون أبيض أو الحليبي، هذا العازل الثاني. العازل الثاني وراه يجي السلك المحوري اللي هي نسميه سنترال واير أو الكور، قلب الحديد، القلب النحاسي للواير الكوكس كيبلز. أيضا أيضا بكوندكتر الأولاني اللي هو الكوكس كيبلز، اللي بالكوكس كيبلز هو السنترال واير، وايضا عندك الشبكه المعدنيه اللي تفصل بيناتهم الماده العازله البيضاء. وهذا الشكل ايضا الشكل الطبيعي مالته، هذا العازل
وهاي الشبكة المعدنية، ومن ثم هذا العازل الثاني، وهذا الكور الرئيسي سنترال كوندكتر الموصل المحوري. بعد ما تعرفنا على انواع الترانسميشن لاين الموصلات الكهربائيه، هنا خلينا نتكلم على اللوسز. اللوسز اللي تحصل بالمواصلات الكهربائيه، احنا قبل شوي قلنا كل واير بي ار وبي ال، كل واير بي ار وبي ال، هاي الار والال، وانا عندي تو وايرز ايضا في نفس الوقت تتولد لي كوندكتيفيتي اللي هي جي، وتتولد لي الكاباسيتنس اللي هي سي. تتولد ما بين تو وايرز الجي والسي، اذا صار عندي هسه اربع شغلات، وهي الار ريزيستنس، والال الاندكتنس اللي تكون هاي داخل الواير، وما بين تو وايرز تتولد لي الجي اللي هي الكوندكتيفيتي التوصيليه، والسي الكاباسيتنس. اذا صار عندي اربع عناصر اساسيه او اربع عناصر تتولد داخل الكابلات بين تو وايرز. هاي المقاومات او الممانعه او الممانعه الحثيه او الكاباسيتنس والكوندكتيفيتي والار ريزيستنس، من عندها احسب قيمه اللي نسميها الزت. الزت الامبيدنس عبارة عن R زائدا J أوميجا L، والواي الادميتنس عبارة عن G زائدا J أوميجا C. إذا الزت يتمثل لي الامبيدنس. والواي يسموها الادميتنس. الواي هي الادميتنس. زين، اذا هسه انا صار عندي قانونين مهمه، قانون الزد وقانون الواي، وعرفنا شنو الزد وشنو الواي. عندي مصطلحين جديده اخرى اللي هي الزد نوت، اسف الزد نوت عباره عن جذر زد على واي. قانون الزد نوت، بس نقول نعرف شنو الزت نوت. والزت نوت بنفس الوقت اذا انا عندي جذر على زت واي، جت قيمه الزت ار زائدا جي اوميجا ال على الواي جي زائدا جي اوميجا سي، الكل تحت الجذر. اذا هذا قانون كلش مهم. طبعا اني المقطع الاول هو اللي يهمني، لان المقطع الثاني انا اقدر اعرف قيمه الزت والواي اعوض فقط. زين، هاي الزت نوت تمثل لي، هاي الزت نوت شو نسميها؟ كاركترستيك امبيدنس، ممانعة الخواص. امبيدنس ممانعة الخواص. هاي الزت نوت هي اللي من عندها دراستي عليها راح ابني دراستي عليها. اضافة الى مصطلح اخر اللي هو حنسميه الجاما. الجاما شو يساوي لي؟ جذر زت واي حاصل ضربهم والكل تحت الجذر، ويساوي الزت هي عبارة عن ار زائدا جي اوميجا ال مضروب في جي زائدا جي اوميجا سي، والكل تحت الجذر. ايضا هذا قانون ثاني، خلينا نفهم شنو الجاما. الجاما هو ثابت الانتشار يسموه البروباجيشن كونستانت. الجاما بروباجيشن كونستانت، ثابت الانتشار. اذا صار عندي قانونين، قانون الاول الزت نوت كاركترستيك امبيدنس ممانعة الخواص، هو عبارة جذر زت على واي، والجاما اللي هي البروبيجيشن كونستانت عبارة عن جذر زت واي اللي ثابت الانتشار. الجاما في نفس الوقت لها قانون، يعني اني
حسبت جذر زت واي، طلعت قيمتها، بس قيمتها استفاد من عندها شبيهة بيها الفا زائدا جي بيتا، راح تطلع لي ريل بارت، العفو ريل بارت زائدا الايماجينري. الريل بارت اللي هو الالفا، والايماجينري اللي هو البيتا. الايماجينري هو البيتا. الايماجينري مالتي يمثل لي البيتا، والريل بارت يعني اوجد معدها الالفا او البيتا. شنو الالفا؟ اذا هذا هم قانون، خلينا نحطه ونجي على شنو الالفا وشنو البيتا. الالفا، الالفا تمثل لي الاتنويشن، يسموها اتنويشن كونستانت، ثابت التضاؤل. ثابت التضاؤل. والبيتا مثل لي الفيس شيفت كونستانت، ثابت إزاحة الطور. يعني أنا عندي شغلتين جديدة صارت، اللي هي الألفا والبيتا، اللي هي الألفا والبيتا. من أحسبهم الألفا والبيتا؟ أجيبهم، أجيبهم من قانون، قانون شنو؟ الجاما، اللي هو يمثل لي ألفا زائدا جي بيتا، والجاما هو عبارة عن جذر زت واي. إذا هاي القانونين أنا أستفاد من قانون أوجد الجاما، أحول الجاما إلى ألفا وبيتا، إلى ريل بارت وإيماجينري، حتى أوجد الألفا والبيتا. بعد ما أخذنا الألفا والبيتا والزت نوت والجاما، أيضا عندي الزت نوت والجاما. من عندهم اقدر اوجد بدلالة الزت نوت والجاما، اوجد الزت. اكو قانون يقول لي، طبعا لو من القانون الاساسية مال الزت نوت والجاما، اقدر اوجد قيمة زت بدلالة زت نوت وجاما، والواي بدلالة زت نوت وجاما. يعني الزت شو تساوي لي؟ تساوي لي زت نوت في جاما، والزت نوت في جاما، والواي تساوي لي جاما على زت نوت. اذا هذا قانونين مهمة، هذا قانون الاولي وهذا القانون الثاني. هنا بالعكس، قبل شوية كان قوانين شنية؟ اوجد الزت نوت بدلالة الزت والواي، والجاما بدلالة الزت والواي. لا، هسه اوجد الزت بدلالة الزت نوت والجاما، والواي بدلالة الزت نوت والجاما. اذا هنا هاي استفاد من هاي القوانين بحل المسائل كلش مهمة. طبعا هي من جبت هاي القوانين؟ اشتقيتها من الجاما والزت نوت. الزت نوت قلنا شنو؟ جذر زت على واي، والجاما كانت جذر زت واي. استفاديت من هاي القوانين، وجدت هاي القوانين، من هاي القانونين وجدت هاي القوانين، فاستنتجت الى قانون صار عندي جديدة، اللي هي الزت والواي، بس هالمرة الزت بدلالة الجاما والزت نوت، والواي ايضا بدلالة الجاما والزت نوت. ايضا عندي قوانين اخرى، خلينا نحطها هنا بصفحة واحدة، نجبع انتبه عليها. عندي اللمدة، الطول الموجي، اللمدة الويف لينث، الويف لينث الطول الموجي الويف لينث هو عبارة عن ال V، لأن أريد أحسب السرعة، سرعة انتقال الإشارة داخل الكيبل. من قانون لازم عندي الويف لينث وعندي التردد، لأن هي V على F. ال V اللي هي السرعة، ال V اللي هي السرعة، ال Velocity سرعة الانتشار، Propagation Velocity، Propagation Velocity، Propagation
velocity، سرعة الانتشار أو سرعة انتشار الإشارة. أكيد هي حتصير بسرعة، إحنا قلنا من أرسلها نبات أكو إشارة من أرسلها بالفضاء أما بسرعة الضوء أو بسرعة الصوت. هنا سرعتها داخل الكيبل أحسبها من خلال هذا القانون. إذا هذا القانون كل هذا نعرف القانون سابقا مر علينا، الويف لينث هو الفي على الإف في المراحل السابقة مر علينا. زين، إذا أنا هسه هذا القانون الويف لينث، من هذا القانون أقدر أوجد الفي. من هذا القانون الفي شو تصير؟ لمدة إف من هذا القانون، مو؟ زين، إذا أنا هسه عندي قانون وجدت بيه لمدة في الإف. أكو قانون آخر، قانون آخر الفي عبارة، أكو قانون خليني أكتبه الفي أيضا يساوي لي أوميجا على بيتا، هذا قانون. والأوميجا هي 2 باي إف. من هذا القانون، من هذا القانون وهذا القانون أقدر أعوضهم وأوجد قانون جديد. يعني اللمدة إف هذا الاشتقاق ما مطلوب، يعني من عندك فقط تريد تفهمه حتى إذا نسيت قانون تقدر تشتقه. هاي اللمدة إف شو تساوي لي؟ أوميجا على بيتا. زين، لمدة إف شو تساوي لي؟ أوميجا 2 باي إف وعلى البيتا وانزل الاف، بيتا وانزل هاي 2 باي اف على البيتا والاف، الاف ويا الاف تروح، اذا لمدة ايش راح تصير؟ 2 باي على بيتا. اذا صار عندي قانون جديد اكتبه هنا، صار عندي عليه القانون الاول لمدة في على اف، هذا القانون الاول. القانون الثاني الفيلوسيتي اوميجا على بيتا، والقانون الثالث ايضا اللمدة تساوي لي 2 باي على بيتا. اذا هسه ايش عندي اني؟ ارجع عندي اللمدة بقى، اللمدة قانونين في على اف او 2 باي على بيتا، والفيلوسيتي ايضا اوميجا على بيتا. هاي ثلاث قوانين مهمة لحساب الفيلوسيتي، اكثر شيء احسب الفيلوسيتي او احتاج احسب البيتا. احسب الويف لينث والفيلوسيتي والبيتا، احسب الويف لينث والفيلوسيتي والبيتا، هاي ثلاث شغلات احسبهن ما بين العلاقات بين ذني القوانين من خلال الفريكونسي والى اخره. زين، هاي القوانين هي الاساسيه في حسابات الترانسميشن لاين، اساسيه في حسابات الترانسميشن لاين. خل اسوي لك اياها هنا مختصرها، اللي كانش عندي ار والال والجي والسي، وكان عندي الزت والواي، مو؟ والزت نوت والجاما، وكان عندي ايضا من الجاما اوجد الالفا والبيتا، وايضا وجدت مصطلح اخر اللي هو اللمدة والفيلوسيتي. والفيلوسيتي اذا ذني الاساسيه لحساب علاقات حساب القيم اللي تتولد بخلال الترانسميشن لاين، ومن خلالها اقدر اعرف طول الكيبلز والى اخره وسرعه انتشارها داخل الكيبلز والتاثيرات اللي عليها الزت نوت. الزت نوت هي كاركترستيك امبيدنس كلش مهمه لحساب حساباتي في على الترانسميشن لاين، وان شاء الله راح ناخذها بالمحاضرات القادمه. خلينا نرجع نشوفها بالمحاضرات اللي عندنا. ترانسميشن لاينز هذا المخطط اللي عندي يوضح لي الار والال والجي والسي، وهذا القانون لو جباعه هذا اللي هو قانون كلش مهم اللي هو الزت تساوي ار زائد جي اوميجا ال، والواي تساوي الجي زائد جي اوميجا سي، والزت نوت هذا قانون الزت نوت جذر زت على واي، ورا ما اعوضها عن الزت والواي هو الار زائد جي اوميجا ال على جي زائد جي اوميجا سي الكل تحت الجذر، وايضا الجاما جذر زت واي، وبالاخير الجاما عندي شوف هذا كلش مهم، هذا الجزء يمثل الفا زائد جي بيتا، وهذا ايضا عندي قلنا العلاقه ما بين زت شو تسوي لي بدلات زت نوت وجاما، تساوي لي زت نوت جاما، هذا قانون وهذا قانون. الواي تساوي لي جاما على زت نوت، وايضا هذا قانون اخر الاوميجا على بيتا الفيلوسيتي، واللمدة 2 باي على بيتا والفيلوسيتي اف لمدة، هذا من نفس القانون الاولاني اللي هو اللمدة، يعني هذا من عنده اللي هو اللمدة شو تساوي لي؟ تساوي لي في على اف، والفي هي البروبجيشن فيلوسيتي او فقط في. وهذه تعريف لكل مصطلح عندي اللي هو الزت نوت كاركترستيك امبيدنس، والجاما بروبجيشن كونستانت، والالفا اتنويشن، والبيتا اللي هي الفيس شيفت كونستانت، والفي بي اللي هي
سرعة انتشار propagation velocity. أعتقد هاي المصطلحات اللي هم المهمة اللي راح تحب تهمنا بدراسة الترانسميشن لاين وخواص الترانسميشن لاين. لهنا تنتهي هاي محاضرتنا، وإن شاء الله المحاضرة القادمة راح نأخذ أمثلة وأسئلة على الترانسميشن لاينز، بالإضافة إلى شرح أنواع الترانسميشن لاينز وممانعة الخواص اللي تتولد في كل خط، كل نوع من أنواع الترانسميشن لاينز، سواء كان الكوكس كيبل أو التو وايرز. وشكرا جزيلا. كان معكم الأستاذ حسين من كلية الرافدين الجامعة.